من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لنا وترحمنا ونكون من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے الٰہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری اس مقدس محفل میں شریک ہونے کی وجہ سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے. اے الٰہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو صاحب عرش کے فیضان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما. اے الٰہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے نال اس عرش شریف کے مکمل انتظامات کرنے والے صاحبزادہ محمد ظفر رب صاحب بندیلوی نو صحت کاملہ عمر دراز عطا فرما اور انہوں نے نقش قدم تے چل کے سن بھی دین دی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الٰہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے نال شہر دے لوکاں باہر دے لوکاں علماء فضلاء خصوصاً اپنے مدرسے کے طلباء علماء شیوخ الحدیث مفتی صاحبان جڑے اس محفل شریک ہوئے سارا دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. سارا دینی دنیاوی برکتاں اور رحمتاں عطا فرما. سارا صحت کاملہ عطا فرما. سارا گھروں کے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما. انہوں نے صدقہ سارے حال رحم و کرم فرما. تمام حاضرین دینی دنیاوی پریشانی دور فرما. تمام بیماراں شفا کاملہ عطا فرما. قرض داراں قرضے تو نجات دلا. پریشان حالاں پریشان حالیاں دور فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال عرش شریف دی پہلی مقدس محفل دے وسیلے نال رحمت دی بارش نازل فرما. اے الٰہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال اسن نیک کم کرن دی توفیق عطا فرما. اے الٰہ العالمین، صاحب عرش دے نقش قدم چل کے اسن سارا دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. اے الٰہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال صاحب عرش دے وسیلے نال سارا خاتمہ ایمان فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی و نور عرشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.